أمس نقلنا لكم في بداية حلقتنا التطورات بين حزب الله وإسرائيل واللي والعجبهتهم يعني أو والعجبهتهم أكثر أمس الفجر. فإسرائيل قالت أنها نفذت ضربة استباقية صدت لهجوم واسع كان بيخطط له حزب الله. أما حزب الله وفي 3 بيانات مختلفة فنفى كلام إسرائيل وقال أنه نفذ عمليته اللي جاية في أربعينية الحسين وردا على اغتيال القيادي فؤاد شكر. وبعد البيانات الثلاثة طلع زعيم حزب الله حسن نصر الله في خطاب تكلم في ساعة تقريبا يعني وأعلن أنه الرد الآتي اللي بيهددوا فيه من يوم اغتيال فؤاد شكر خلاص انتهى. يعني عمليتنا اليوم كانت من مرحلتين لأنه في بعض اعتبرها كلها مرحلة أولى، لا هي عملية من مرحلتين. المرحلة الأولى 340 صاروخ كاتيوشا استهدف 11-12 موقع وسكنة عسكرية كبيرة ومهمة في شمال فلسطين المحتلة والجولان السوري المحتل، والمرحلة الثانية هو عبور عشرات المسيرات بأحجام وأنواع مختلفة باتجاه أهداف العسكرية في العمق. هاي العملية اليوم انتهت، نحن سنتابع نتيجة تكتم العدو عما جرى في هاتين القاعدتين وبالخصوص في جليلوت. بدنا نتابع مصادرنا والمعلومات التي يمكن أن نحصل عليها ومشاكل. إذا كانت النتيجة مرضية وتحقق الهدف المقصود فنحن نعتبر أنه عملية رد على اغتيال الشهيد القائد الحاج محسن سيد محسن واستهداف الضاحية قد تمت. وإذا لم تكن النتيجة في نظرنا كافية فسنحتفظ حاليا لأنفسنا بحق رد حتى وقت آخر. خلي الناس يريحوا أعصابهم، بده يرجع بيته يرجع بيته، البلد يرجع يهدى من جديد. طيب من يوم اغتيال شكر وحزب الله بيهدد بالرد وشوية يقول تأخرنا في الرد كجزء من العقاب لإسرائيل وأنه الرد آتي واستنوا وشوفوا، وأمس طلعوا قالوا الرد انتهى. إسرائيل قالت أنه اللي صار يعني كله سقط في جندي إسرائيلي واحد، وحزب الله بيقول أنه إسرائيل ما كشفت عن حجم الأضرار. وحقيقة من إسرائيل ما كان في صور أو فيديوهات لأضرار إلا فيديو واحد عليه ملايين المشاهدات، والفيديو بيظهر استهداف صواريخ حزب الله لمزرعة دجاج في إسرائيل. اللي كانوا بيسخروا من أنه رد حزب الله على اغتيال القيادي كان عملية قتلت جندي واحد بعد ما شافوا فيديو مزرعة الدجاج عاد سخريتهم ضاعفت أضعاف مضاعفة. وقالوا المواقع العسكرية اللي يعني بيتكلم عنها نصر الله يعني هي يبدو مزارع دواجن، وردهم اللي هلكوا العالم كله فيه هذا كان آخره يعني قتلة من الدجاج يعني. فمنصات التواصل عملوا هاشتاج مختلف حقيقة سموه معركة ذات الدواجن، وهذه عينة من الصور والرسوم الكاريكاتيرية المتداولة عليها سخرية رد حزب الله. We'll be right back.
من بيروت ينضم إلينا الصحفي توني أبو نجم. أهلا فيك معنا توني. أول شيء حابة أسألك هو أنه هل حزب الله وحسن نصر الله عندهم تعريف مختلف لكلمة نجاح المهمة أو انتهاء المهمة أو الانتقام أو كذا؟ لأنه يبدو لي فيه شيء مختلف عندهم. يعني بكل بساطة ويعني فلندع جانبا تعليقاتنا نحن معارضي حزب الله حتى النهاية. من يتابع بين هلالين الناطقين باسم جيشه الإلكتروني أو ما يعرف باسم جيشه الإلكتروني صار لهم من الأمس وهم يحاولون تهدئة روع جمهوره الغاضب والمحبط واليائس نتيجة الرد الهزلي الذي حصل ونتيجة خطاب حسن نصر الله. وبالتالي هناك إجماع داخل البلد على أن ما حصل شكل مهزلة غير مسبوقة. يعني بداية من طبيعة ما قيل إنه رد، يعني فلنكن واضحين، حتى الجندي الإسرائيلي الذي قتل عمليا عن طريق الخطأ بسبب القصف العشوائي الذي قام به حزب الله. والدليل أن حسن نصر الله لم يقل أن العملية استهدفت طرادا عسكريا، يعني زورقا عسكريا إسرائيليا، وبالتالي إصابة الزورق تمت عن طريق الخطأ تماما كما مزرعة الدجاج. يعني هو بالتالي عمليته لم تفضي إلى أي نتيجة، لا بل على العكس لم يجب حقيقة حول السؤال البديهي كيف تمكنت إسرائيل من كشف عمليته ومن القيام بعملية استباقية باعترافه هو أن الضربات حصلت قبل حوالي نصف ساعة من موعد العملية الذي كان محددا. اعتبر هذا الموضوع بمثابة عدوان وليس عملية استباقية، ولكنه باعتراف حتى جمعته على مواقع التواصل الاجتماعي كانت عملية فاشلة. هذا أولا. ثانيا، بمفهوم الفشل أو النجاح، المقطع من خطابه الذي عرضتموه قبل قليل على الشاشة ماذا يؤكد؟ هو يقول لا نعرف إذا نجحت أو ما نجحت، إذا حصلت يعني إذا كانت النتيجة مرضية أم لا. يعني هنا بالمناسبة أيضا تناول يعني الناس على مواقع التواصل الاجتماعي مقولة إن وين الهدهد؟ ما هو كان يبعث لنا الهدهد تجيب صور، هلأ صار ناطر إنه في تكتم من إسرائيل حيال الموضوع. لماذا لم يرسل الهدهد ليصور نتائج العملية؟ بتعرفي كان في هدهد واحد واثنين وثلاثة وأربعة ويروح يبعث تيصور. لماذا لم يتمكن من تصوير أي شيء؟ بالتالي كل ما حصل تسبب من جهة بسخرية هائلة كما تبعتم من معارضي حزب الله، وتسبب بإحباط عارم لدى مؤيديه، لأن النتيجة ليست صحيحة كما قال أنه يمكن للناس أن يعودوا إلى بيوتهم. لأن في المقابل نتنياهو قال الكلمة، نحن لم نقل كلمتنا الأخيرة صح، والاشتباكات لا تزال دائرة في الجنوب. وأيضا والأهم، بس هو كمان إلى أي بيوت سيعود اللبنانيون بالضبط توني؟ يعني هل هو مغيب لهذه الدرجة؟ يعني لما يقول أنه خلاص الوضع رجع لطبيعته تقدروا ترجعوا لبيوتكم، خلاص أنه رجع الوضع لطبيعته. يعني الصيف كله انضرب، طبعا السياحة انضربت، أرقام المبيعات كل شيء في البلد يعني انضرب في هذا الصيف كله، والآن هو بكل هدوء بيقول لهم ارجعوا عادي. أكثر من هيك، هو السؤال الأهم، هناك آلاف العائلات لم يعد لديها بيوت لتعود إليها. آلاف المنازل مدمرة في الكرة الجنوبية المدمرة بالكامل. إلى أي منازل سيعودون؟ هو لم يجب عن أي شيء، لا بل ظهر كمن يقول وكأنه عقد اتفاقا جانبيا مع الإسرائيلي وأنه خلص ردينا وصار فيكم ترجعوا وتكملوا حياتهم عادي. يعني أكثر من 530 أو 550 قتيل، عشرات الجرحى، آلاف المنازل المهدمة، خسائر بمليارات الدولارات، يمكن في المكان اللي هو متخبي وكأن شيئا لم يكن، يمكن في المكان اللي هو متخبي فيه ما بتوصلوا الأخبار. يعني بكل أسف يبدو من الواضح أنه إما لا يتابع وأما يخفون عنه وأما لا يريد أن يتابع. تدركين زميلتي عملية الإنكار فول دينايل يلي عايش فيه، ويلي بيعتبر أنه شو ما يعمل عادي والحياة تكمل،
لا بالنتيجة ما حصل منذ الثامن من أكتوبر. لأنه لازال في ناس بتهتف باسمه. صحيح تهتف باسمه في العلن، ولكن يكفي أن تتابع مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة ببيئته لتدرك حجم الإحباط واليأس. ولكن لا يجب أن ننسى أن قسما كبيرا من هذه البيئة مظلوم. يعني أكيد كل الناس شاهدوا أفلام لناس كتير، ما يسمى قبل السحسوح وبعد السحسوح. صح. كلما اعترض أحدهم على ما يجري يتم تهديده، الاعتداء عليه. السحسوح يعني قصدك الكف، يعني قبل الكف وما بعد الكف. نعم نعم، يعني قبل الاعتداء والتهديد وما بعده ليخرج ويعتذر. وبالتالي لا يمكن أن تطلبي من بين هلالين بيئة رهينة بقسم كبير منها. ثمة مؤيدين يذهبون معه إلى الموت حتما، ولكن ثمة قسم كبير من أبناء البيئة الشيعية هم مغلوب على أمرهم، وبالتالي هم باتوا بمثابة رهائن لدى حزب الله، وبالتالي هم يرفضون ما يجري، ولكن لا حول لهم ولا قوة حيال كل يعني عملية فائض القوة لدى حزب الله وعملية أخذ البلد بالصلبطة. يعني هو البلد كله صار لا حول له ولا قوة ورهينة قراراته وتصرفاته. نحن بنشكرك على هذه المداخلة. كان معنا الصحفي توني أبنجم. شكرا لك.